هنا مسبير لكم منا كل التحية. فقرتنا الثانية النهاردة مع الزميل عاطف كامل. عاطف كامل النهاردة هيتكلم عن الذكاء الاصطناعي. هيتوقف عاطف كامل أمام الحقيقة الاتحاد الأوروبي وتقنين شرعية استخدام الذكاء الاصطناعي. أيضا سيتحدث عن هل ممكن أن يكون الذكاء الاصطناعي يضر القارة الإفريقية؟ هل هناك كليات جديدة للذكاء الاصطناعي؟ ده هنعرفه في فقرتنا الثانية النهاردة مع عاطف كامل. أما أنا فأصحابكم في مصر بيحصل فيها إيه النهاردة ومجموعة من أهم الأخبار المحلية والعالمية والأكثر قراءة في الصحف وفي الجرائد. والخبر الأول معايا خاص بنشاط السيد رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو. أيضا بدء تطبيق قرار العمل من المنزل للوزارات والمصالح والجهات الحكومية خلال أغسطس. المتابعة الخاصة بأعمال المتحف المصري الكبير وتطوير المتحف والمكان المحيط به. مع الهاتف الآن الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيم المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. نتوقف أمام الخبر ونشاط السيد رئيس الوزراء. مساء الخير يا فندم. أستاذة أمنية مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. إزاي حضرتك يا أستاذ حسن؟ وبسعد بوجودك معايا. أنا لا أسعد والله، بتشرف لما بكون موجود مع حضرتك. إحنا معانا الحقيقة ثلاث أخبار هامة. بنتكلم عن منظومة الشكاوى، بنتحدث عن قرار العمل من المنزل، بنتحدث أيضا عن تطوير المتحف المصري. يعني نبدأ طيب بمنظومة الشكاوى الحكومية. لهذه المنظومة اللي هي يعني أنشئت بقرار جمهوري في 2017، والسبب في إنشاء هذه المنظومة على أساس يكون هناك تواصل بين المواطن المصري والحكومة المصرية والدولة المصرية، على أساس أن الدولة أو الحكومة تستمع للمواطن لما بتكون هناك شكوى، يعني يتم البحث والبت في مثل هذه الشكاوي. وده يعني توجيهات معينة من الدولة المصرية للحكومة والوزارات المعنية. ولذلك على مدار الشهر رئيس مجلس الوزراء بيتلقى تقرير شهري من الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية بأعداد طبعا هذه الشكاوي اللي تم في هذه الشكاوي. وده بيأكد اهتمام الحكومة المصرية على يعني الاهتمام بمشكلات المواطن وما ذلك. ولذلك خلال شهر يوليو الماضي يمكن هذه المنظومة استقبلت لا يقل عن 131 ألف شكوى، وتم البت يمكن أو توجيه حوالي 106 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ حوالي يعني 19,000 شكوى. لماذا حفظت هذه الشكاوى؟ ممكن تكون مكررة أو لم يتم طبعا يعني البيانات الكافية، ولكن الحكومة حريصة كل الحرص أن هي بتبحث مثل هذه الشكاوى والردود على المواطن، ومن خلال ما هذه المنظومة يستطيع المواطن بإدخال الرقم القومي. يعني شهريا يا أستاذ حسن بيتم المتابعة الخاصة لشكاوى الجمهور شهريا من خلال رئيس مجلس الوزراء، بيكون امامه تقرير مفصل عن هذه الشكاوي في كافه المجالات. ولكن يمكن لوحظ خلال الشهر الماضي ان يعني شكاوي المواطنين الخاصه ب يعني الكهرباء والانقطاعات زادت، وصلت الى 21,000 شكوى. طبعا ده له مرد يعني مدلول على اساس نتيجه طبعا تخفيف الاحمال خلال الفتره الماضيه، وخاصه من يعني يمكن فتره الذروه لاستقبال هذه الشكاوى لمنظومه يعني موضوع الكهرباء، كانت بدايه من يوم 18 الى 20 يوليو الماضي. ولكن يعني وجود تكليفات من رئيس مجلس الوزراء لوزاره الكهرباء، تم اعلان مواعيد الانقطاعات على ما اعتقد ان بعد اعلان المواعيد والالتزام الحقيقه بمده القطع ابتدى المواطن يفهم ويتكيف الحقيقه مع انقطاع الكهرباء. يعني وتم الاعلان طبعا عن التوقيتات الزمنيه، ويمكن عمليه الانقطاع يعني زي ما قال رئيس مجلس الوزراء من ساعه الى ساعتين يعني، وتم الاعلان في كافه المحافظات اللي هم 24 محافظه باستثناء طبعا ثلاث محافظات، هي محافظات البحر الاحمر ومطروح ويعني جنوب سيناء. يعني لماذا هذه المحافظات استثنت؟ يعني تم استثناءها من تخفيف الاحمال نتيجه طبعا يعني تخفيض الاستهلاك، بالاضافه ان هناك عدد من هذه المحافظات عشان خاطر يعني المناطق السياحية. يعني لو في على ما اعتقد يا استاذ حسن ايضا مناطق ما بيتمش فيها انقطاع الكهرباء زي المستشفيات، زي الحكومية، زي المصالح الحكومية.
بالفعل زي ما حضرتك تفضلت يا استاذه امنيه، هناك منشات استراتيجيه ومنشات حيويه زي ما حضرتك تفضلت، يعني المستشفيات والمنشات والمباني الاستراتيجيه لا يتم فيها قطع الاحمال لا نتيجه طبعا يعني ارتباطها الوثيق مع المواطن وما لذلك في هذا الشان. نعم. الخبر الثاني الحقيقة العمل من المنزل للوزارات والمصالح والجهات الحكومية خلال أغسطس، المفروض أنه هو من يوم 6 يعني من غدا إن شاء الله هيتم التطبيق. يعني وده له ارتباط وثيق يعني الخبر اللي احنا كنا بنتحدث عنه هو عمليه الانقطاعات وتخفيف الاحمال، يعني لوحظ ان هو زي ما رئيس مجلس الوزراء لوحظ في ايام الاجازات هناك تخفيض او عدم استهلاك كثير من الكهرباء، ولذلك الحكومه المصريه ارادت ان هي بتطبق نظام يعني العمل من المنزل اونلاين بدايه من يوم يعني غدا الاحد من كل اسبوع، هو الاحد من كل اسبوع في شهر اغسطس يعني بيكون العمل من المنزل اونلاين لمن لا يتعامل مع الجمهور. انا كمواطن دلوقتي ورايح محافظه او رايح وزاره وهناك موظف بيتعامل معايا، هذا الموظف ما بياخدش اجازه ولا بيعمل من المنزل، لان هناك يعني تعامل مع الجمهور. اذا كنت حضرتك رايح تطلع شهاده ميلاد او رايح تطلع اي حاجه او رايح يعني تقدم شكوى يدويا بتلاقي المواطن او الموظف بتلاقي هذا الموظف بيستقبل حضرتك وبي يعني بيقدم لك الخدمه، ولكن اي موظف لا يتعامل مع الجمهور يستطيع ان هو يشتغل من المنزل اونلاين هو الاحد من كل اسبوع في شهر اغسطس. يعني هذا الشهر هل ممكن ان هو يمتد مثلا لمده اسبوعين في شهر سبتمبر؟ وارد لو مثلا يعني ما زالت درجات الحراره مرتفعه وهذه يعني وصلت الى 36 او 35 درجه وارد طبعا يعني عمليه تخفيف الاحمال. بس هنا احنا لازم نوضح يا فندم انها فقط للمصالح الحكوميه، يعني العمل الخاص او الشركات الخاصه مش بيطبق عليها هذا. والله كويس جدا ان حضرتك اشرت لهذا الامر، هو كانت هناك دعوه من رئيس مجلس الوزراء ايه المانع مثلا يعني الشركات الخاصه والقطاع الخاص لو هم يشتغلوا من البيت، يعني يشتغل من البيت لو هو مش هيتعامل مع الجمهور وما ذلك، يعني المصانع لابد المصنع يعني يشتغل ولابد ان الموظف بيكون موجود داخل المصنع عشان يدير هذه الاله، ولكن لو هناك عدد من الموظفين لا يتعاملون مع الجمهور في القطاع الخاص ايه المانع ان هو يطبق هذا الامر؟ ويمكن اذكر نفسي والساده المشاهدين يوم 10 مايو الماضي كانت الحكومه المصريه اتخذت قرار يعني بتطبيق هذه التجربه العمل من المنزل اونلاين على وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة 6 شهور، وفي حالة نجاح هذه التجربة إيه المنع أن هو يتم تعميمها بعد ذلك؟ ولكن هذه التجربة ما زالت قيد وبعض الشركات الخاصة فعلا بيشتغلوا من البيت يومين في الأسبوع، يعني في بعض الشركات الخاصة بيتم من خلالها ذلك. طيب الخبر الأخير الحقيقة الخاص بنشاط السيد رئيس الوزراء هو تفقده لأعمال المتحف المصري الكبير. هو ده يعني احنا عارفين الحكومه مهتمه والدوله المصريه مهتمه جدا بمشروع المتحف المصري الكبير اللي هو ان شاء الله هيبقى اكبر متحف يعني سياحه على مستوى العالم، ولذلك هناك متابعه دوريه من رئيس مجلس الوزراء وهذه المنطقه يعني والمنطقه المحيطه بالمتحف المصري الكبير كان زارها السيد الرئيس اكثر من مره لاهميه هذه المنطقه، وكان وجه طبعا بتطوير ورفع كفاءه المحيط الجغرافي للمتحف والربط طبعا مع هضبة الأهرام على أساس يتم تقديم تجربة متفردة للزوار والسائحين، وكذلك أن هو يتم تعظيم يعني القيمة المضافة حتى تصبح هذه المنطقة يعني منطقة أثرية واعدة على مستوى العالم بما يليق طبعا ب يعني مصر الدولة المصرية وتاريخ الحضارة المصرية، ولذلك بيتم طبعا تطوير المنطقة المحيطة ودهان العمارات المواجهة لهذه المنطقة، وكذلك يعني بيتم طبعا تطوير أو إحلال وتجديد طبعا الطريق الدائري
ويمكن اللي هو بيسير وبيمشي على الطريق الدائري بيشوف هناك يعني حضرتك كدولة مصرية وكحكومة مصرية كوزارة نقل عملت طريق دائري بجوار الطريق الدائري، لما حضرتك في بعض المناطق أضفت حوالي 4 حارات وهناك بعض المناطق 3 حارات، ده بيأكد ولكن بيتم يعني تطوير الطريق الدائري والرؤية البصرية يعني تم من خلال الاجتماع. طبعا رئيس مجلس الوزراء يعني تم العرض عليه من خلال وزير النقل يعني بالنسبة للخط الرابع لمترو الأنفاق اللي هو بيمتد من غرب الطريق الدائري ومرورا بالمتحف المصري الكبير شارع الهرم حتى يعني مع الخط الثاني لمترو الأنفاق شبرا الخيمة المنيب حتى يمتد بعد ذلك لمحطة الملك الصالح مع الخط الأول ومرورا حتى يصل طبعا لمنطقة الفسطاط. يبقى حضرتك كدولة مصرية ربطت القاهرة والجيزة مع مدينة 6 أكتوبر بالخط الرابع لمترو الأنفاق. طبعا بيتم طبعا العمل على قدم وساق والاهتمام بهذا الأمر حتى بالنسبة وكل الشركات اللي هي بتشتغل في المترو دلوقتي أصبحت لديك تجربة، هناك شركات يعني مصرية 100% ويعني ده بيأكد توفير فرص عمل وما لذلك ويعني أكيد. ولديك تجربة ناجحة في هذا الأمر أو لديك خبرات ناجحة في هذا الأمر. الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيمة المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر. فاصل وارجعوا لنا مرة تانية، مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ الخبر اللي معايا خاص بوزارة الصحة، الصحة تعلن إجراء 57 قسطرة قلبية خلال 3 أيام ضمن حملة 100 يوم صحة بمحافظة قنا. مع الهاتف الآن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا أستاذة أغنية، تحياتي لحضرتك تنضم ولمشاهدي حضرتك الكرام. يعني عايزة أتوقف أمام تفاصيل الخبر يا فندم والحالات الحقيقة اللي تم من خلالها عمل الأسطر. يعني الحقيقة من خلال الحملة الرئاسية 100 يوم صحة التي بدأت من يوم 25/6/2023 واللي احنا النهاردة في اليوم 42 ليها، الحقيقة واحدة من ضمن النشاطات التي تقوم بها الحملة في تقديم الرعاية الصحية هي تكثيف العمل في مبادرة السيد الرئيس للقضاء على الانتظار غير المبرر قبل التدخلات الجراحية. فانطلقت حملات مخصصة أولها كانت في محافظة شمال سيناء للوصول إلى 0 قوائم انتظار، والثانية كانت في محافظة سيناء التي حضرتك ذكرت في الخبر، والحملة شغالة بالتنسيق مع كلية الطب جامعة السويس من خلال الساده زملاء عميد الكليه واعضاء كليه الطب الاطباء المتخصصين في امراض القلب وفي جراحات القلب. وانتهينا خلال يومين او 3 أيام من 57 عمليه قسطره قلبيه. ان شاء الله بانتهاء الحمله خلال الاسبوع الحالي يبقى عندنا 0 قوائم انتظار في حالات القلب في محافظه قنا، وانا الحمله تسير بالتوازي فننطلق الى كل المحافظات حتى نصل بمعدلات الانتظار غير المبرر الى صفر باذن الله في كل المحافظات. طيب يعني دكتور حسام، الحقيقه انتشر خبر على السوشيال ميديا، يا ريت حضرتك لا تاكدهولي لا تصححهولي، وهو خاص الحقيقه بالاجواء الخاصه بشده الحراره، وهل فعلا ممكن تسبب نوع من انواع الجلطات، وده حقيقي ولا غلط، وبعض الدكاتره نصحوا الناس بعدم النزول وشرب كميات كبيره من الماء. يعني المعروف ان شده الحراره تؤدي الى اما اجهاد حراري او ضربات الشمس. والاجهاد الحراري الحقيقه او ضربات الشمس اذا لم يتم التعامل معه بسرعه لانه مرتبط بارتفاع درجه الحراره وتفاعل الجسم مع هذا الارتفاع وعدم قدره منظمات الحراره في جسم الانسان على تنظيم الوظائف الحيويه الإنسان عند ارتفاع درجات الحرارة بشدة وعدم تناول كمية كافية من السوائل، فدي حالات مرضية ذات خطورة عالية وقد تؤدي إلى الوفاة، ونحن نسمع عن حالات الوفيات في دول الاتحاد الأوروبي بسبب الارتفاع الحرارة. وبالتالي النصيحة التي تقدمها وزارة الصحة والسكان هي الابتعاد عن الأماكن الحارة، الابتعاد عن التعرض بشكل مباشر للشمس خاصة في فترات الظهيرة،
التواجد في اماكن جيده التهويه، شرب السوائل بشكل وخاصه الماء، وارتداء الملابس التي تساعد على التقليل من الاحساس بشده الحراره. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر. فاصل وارجعوا لنا مرة تانية، مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ رجعنا لكم مرة تانية، ومصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ والحقيقة الخبر اللي معايا خاص بالجو، لسه كلنا الحقيقة بنعيش في أجواء شديدة الحرارة، الطقس زي ما احنا كلنا الحقيقة بنعيش شديدة الحرارة، في نسبة رطوبة عالية. الخبر الحقيقة اللي معايا بيقول عاصفة ترابية وأمطار رعدية تجتاح بعض المناطق. مع الهاتف الآن الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. نتوقف على تفاصيل الخبر ونعرف منها إيه هي المناطق، ونسألها الحقيقة على متى تنكسر هذه الموجة. مساء الخير يا دكتورة منار. مساء الخير على حضرتك أستاذة أمنية، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، ويمكن ده تصريح خاص بحضرتك، عاصفة ترابية وأمطار رعدية تجتاح بعض المناطق. هو بالفعل احنا في بعض الأتربة والرمال المصارة بتشمل بعض المناطق اللي بأقصى جنوب البلاد، يمكن بدأت معانا الأمطار والأتربة منذ عدة أيام، ومتوقع أن هي تكمل معانا نتيجة وجود حاجة بنسميها الحزام المداري. الحزام المداري ده من قدمنا اسباب سقوط الامطار على السودان واثيوبيا في فصل الصيف، بيبدا يتذبذب مع حركه الشمس الظهريه لشمال السودان، فبالتالي بيبدا ياثر علينا في المناطق الجنوبيه او المناطق الحدوديه، بيبدا ياثر علينا بسقوط امطار، ويمكن هي امطار خفيفه وممكن تكون رعديه احيانا على حلايب، شلاتين، ابو سمبل، واسوان، ومحافظه الوادي الجديد. وايضا عشان السحب دي سحب رعديه بيكون معاها بعض هبات الرياح او الرياح الهابطه اللي بتؤدي الى زياده سرعات الرياح والى نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه في نفس المناطق اللي احنا ذكرناها في اقصى جنوب البلاد. لكن المناطق الشماليه اللي هي السواحل الشماليه او الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، مش هتتاثر تماما بالسحب ولا الامطار، فقط اقصى جنوب البلاد في المناطق الحدوديه بين مصر والسودان. مع وجود الامطار في كمان عندنا النهارده وبكره ان شاء الله كان في ارتفاع مؤقت في درجات الحراره. بالظبط، ارتفاع مؤقت في درجات الحراره، درجات الحراره اليوم ارتفعت عن الايام الماضيه بمعدل درجتين لثلاثه، وسجلنا عظمى على القاهره الكبرى اليوم في الظل 37 درجه مئويه، كمان في ارتفاع في نسب الرطوبه، خلينا نحس ال 37 دي لو تكون 40 او 41 درجه مئويه، ومتوقع كمان استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحراره غدا الاحد ان شاء الله عظمى على القاهره الكبرى في الظل هتكون 39 درجه مئويه، محسوسه نتيجه وجود نسب رطوبه في الجو هتوصل ل يعني نقدر نقول 42 43 درجه مئويه، فغدا نتيجه وجود ارتفاع قيم درجات الحراره وارتفاع كبير في نسب الرطوبه هنحس بالاجواء شديده الحراره الرطبه فتره النهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وكمان المناطق الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لان في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيحدث الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، وكمان طبعا على سطح الارض منخفض الهند الموسمي، ده اللي بيؤدي لزياده نسب الرطوبه في الجو، ده هيكون فترات النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس بيحصل انخفاض في درجات الحراره، لكن بتكون عظمه الرطوبه فتره الليل ما بتخليش الناس تحس بالانخفاض ده. بالظبط، ففتره الليل اجواء هي اجواء مائله للحراره رطبه في معظم انحاء الجمهوريه، ممكن نلاحظ فتره المساء الساعات الاولى من الليل نشاط نسبي للرياح يلطف بعض الشيء، لان دايما مع وجود نشاط للرياح يخلينا نحس بنسب رطوبه اقل، ونتيجه طبعا وجود نسب رطوبه عاليه في الجو في شبوره مائيه بتتكون فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على الطرق، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني احنا نقدر نقول 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. خلينا ناكد ان شهر اغسطس دايما معروف بارتفاع نسب الرطوبه اللي هي العامل المهم جدا في احساسنا بارتفاع درجات الحراره، كمان معروف بوجود الامطار اللي هي بتبقى امطار صيفيه او امطار في بعض المناطق، لكن بتبقى كلها حدوثها في جنوب الصعيد ما بتاثرش على المناطق الشماليه، وان شاء الله ارتفاع درجات الحراره ده ارتفاع مؤقت، مع يوم الاثنين تبدا تدريجي درجات الحراره تعود للمعدلات، ويمكن كمان مع الثلاث والاربع
نحس بانخفاض ملموس، لانها تبدا درجات الحراره تسجل 34 عظمى على القاهره الكبرى في الظل محسوسه ممكن توصل ل 37، فطبعا هيكون. طب ونسبه الرطوبه كمان يا فندم هل هتقل مع انخفاض درجات الحراره؟ لان هي كمان الحقيقه بتساهم في عدم شعورنا بان الجو ابتدى ان هو يتحسن. هو طبعا نسب الرطوبه مش هتقل بالشكل الكبير، لكن مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع يوم الاثنين والثلاث والاربع ان شاء الله هيعمل على توزيع الرطوبه في عمود الهواء ككل، فمش هحس بوجودها بشكل كبير، لكن هي مكمله معانا لان لسه الرطوبه مكمله معانا لحد نهايه شهر 8. احساسنا بوجودها في الجو مكمل معانا لنهايات شهر 8، نبدا نحس ان هي بتقل مع بدايات شهر 9، لان احنا مع بدايات 9 منخفض الهند الموسمي بيبدا يتراجع ونبدا نسب رطوبه اقل ودرجات حراره اقل. الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر لتفاصيل الخبر. وبكده بتكون أخبارنا مصر بتحصل فيها إيه النهاردة انتهت بعد